رواد رعد، سألتك شو بيعطي للملحن صوت مثل أماني، بس بدي أسألك شو على شو بيبحث الملحن عادة؟ على شو بتدور؟ الملحن الجيد طبعاً. شو يعني الملحن الجيد؟ يعني الملحن اللي عنده ثقافة معينة بحياته وحب يكفيها للأجيال الباقية. في ملحن سيء وفي ملحن جيد؟ مش ملحن سيء وملحن جيد، في كل واحد عنده مبدأ بالحياة. أنا مبدأي غير كل الملحنين. يعني كيف غير كل الملحنين؟ يعني في ملحنين أنا بعتز فيهم كتير، وفي ملحنين بيعتزوا هني فيك كتير. بالعكس، هني بيعتزوا بحالهم. يعني مش بيعتزوا، ما بيعتزوا بحالهم، بيعتزوا بحالهم. وصلوا تقريبا، صار الفن بطريقة، صار كلها بروباغندا، وصار كلها فكرة انه انا بحكي على فلان والتاني بيحكي علي وتركيبات من هولي، وصارت اصداء الناس صار يعملوا سكوبات بهالموضوع هذا. يعني صار الاشخاص، صار المجلات او التلفزيونات، صار يجيبون يعملوا سكوب عليهم، وانا ما عندي هالخبرية. انا سكوب تبعي هو لحني، والسكوب تبعي هو 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 السكوب السكوب تبعي هي ثقافة العالم. يعني مثل ما أنا ربيت على 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 أصوات جميلة جدا مثل الست فيروز والأستاذ وديع الصافي الله يطول بعمرهم، وطبعا الست صباح وكل شيء فيه هالأجيال اللي قطعوا. بعتقد إنه هلا ما عم نعيشها، يعني قد ما نحن يعني في أشياء عم تطغى علينا كمان نفس الوقت. طيب بس عم تحمل مسؤولية المجلات والتلفزيونات يلي بدها تحقق سكوب. لا أنا هني عم يعملوا سكوب. صح، انت يعني مش مع الملحن او الشاعر يلي بيدعم موهبته اعلاميا او بيتواجد اعلاميا. لا، في شغلي انا ما قصدي هيك. انا السكوب بينعمل اذا كان في اصل ملحن والشاعر قد ما يطلعوا ويعملوا اعمال حلوه، بضل وراء الكواليس اكثر من المطلب يكون بارز. هاي طبيعة الحال. يعني عشان هيك أغلبية الملحنين عندهم صوت بدون يغنوا. صوته حلو، ليه ما بغني؟ ليه ما بتغني؟ أنت كنت تغني وعندك تجربة بالمسرح. بتشبه يعني نفس المسرح، المسرح الرحباني. نعم، أنا وقت طليت بدورين يمكن أو أكثر، بتنبي وبسكرات. سكرات والإنقلاب. والإنقلاب. إيه. نعم. بقى ليش ما بغني؟ أنا بقيت بالمسرح مع الرحباني، كنت غني وكنت لحن. أنا بوقتها عملت غنيتين لألي وبلش أعرض الأغاني على الفنانين ونفس الوقت كنت عم غني. بس هلأ يعني شو اختلف الموضوع؟ يعني رواد أنت ما بتطل كتير إعلاميا، عندك ألحان حلوة لكتير من الأصوات سمعناها، واليوم نسمع باسم رواد رعد أكتر من قبل. مع العلم أنت من 93 موجود، يعني 16 أو 91، 16 سنة تقريبا. نعم. بالفن يعني في محاربة، في تعتيم، في محاربة، في محاربة. أنا بحس هيك، ما بعرف إذا مزبوط، بس لا. مين بحاربك، الملحن الجيد ولا الملحن المش جيد؟ شو؟ حلو السؤال. شو؟ الملحن اللي ما عنده ثقة بنفسه. أماني بهيدا الإطار اللي عم نحكي فيه، بعض الملحنين عندهم مشكلة مع البعض الآخر. الملحن بيمرق عليه أصوات، صوت بيأدي حلو، صوت بيأدي أقل، بيمرق عليه أصناف، أو مش أصناف، بدي أقول فرق بشخصيات المغنيين كملحنين، هني بيشوفوا هيك. أنتوا كفنانين أو مغنيين أو مطربين فيكن تشوفوا كمان شخصيات مختلفة لملحنين كتار. من خلال ألبومك الأول، شو الاختلاف اللي لمحتيه عند الملحنين يلي تعاونتي معهم؟ هو الاختلاف اللي موجود في ألبومي قصدته، يعني قصدا حاولت انه اكيد انه اول البوم خطير شويه، خصوصا بالنسبه لستار اكاديمي او شخص كان بستار اكاديمي، يعني اوريدي عنده جمهوره ويحب يكتسب جمهور اكبر ويحب يرضي الناس اللي يحبوه في نفس الوقت. يعني هذيك علاش حاولت انه يكون فما تنوع، فما يعني نجم تقول للاعمار الكل، فما برشا ستايلات، لكن اكيد على طريقتي
يعني طريقة أماني، لكن ما اختلفتش، ما بعدتش على شخصيتي أو على طريقة أدائي أو على الأغاني المميزة. أنا نعتبر أنه كل أغنية بالنسبة لي بالحق في ألبومي مميزة، لأنها بالحق نابعة مني، صادقة، وعطيتها إحساسي وعطيتها الصدق مني. ما نجمش نحكي في موضوع الملحنين، خاطر بالحق عندي احترام لكل شخص منهم، لكن أكيد هما زادة مجبورين، لأنه فما على الساحة الفنية اختلاف كبير في في في, في الفنانين، يعني مش باش يقدروا انهم يرضيوا الجانب الاكبر، كيف ما الفنان مش باش يرضي كل الجمهور اكيد. صحيح. يعني مستحيل انه فنان يقدر يرضي كل الجمهور، كيف الملحن نشوفه مستحيل انه يقدر يكون على جميع اذواق الفنانين. باش يكون فما فنان يعمل اغاني نوعا ما، يعني ما نجمش نقول رخيصه لانه فماش اغاني رخيصه، لكن خفيفه. فنان مثلا ملحن لا عاش في اجواء طربيه ويحب الطربي وقعد على الطربي، يعني هذا هو الاختلاف اللي نشوفه اكثر. بس اكيد ما فيها ننكر انه في الحان رخيصه كثير. رخيصة؟ الحان رخيصة كيف بالكلمة، شنو المعنى؟ شو بتقصد الحان رخيصة يعني؟ يعني